طبعا الدقيقة السابعة هي الفانيلا رقم سبعة هي رونالدو وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين حضرات المدريديين في زمن النكران وعصر الزهايمر كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وفريق واضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري وبساقه جاب الشامبيونز. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ يقولون مات بالقرية ساحر فالسراح من أداه خلف الساحر ابنا فاق بالسحر أباه. يعرف أن المرمى ما هو إلا امتداد لذراعيه وقدميه إنه يغطي كل شيء. لم يترك مرمى بدون أثر، لم يترك شباكا بدون بصمة، لم يترك حارسا بدون ذكرى. الكل يعرف بأنه سيسجل وحده، يعرف متى وكيف. ممكن ان مستقبل الريال في الكرة الماضية وان يقتني اللاعب المتألق دائما. فينيسيوس ينطلق يمرر ولمسه بالقدم اليسرى عن طريق اللاعب المتألق دائما وابدا. فينيسيوس يجد نفسه يلعب في ريال مدريد وبمبلغ كبير جدا حقيقة قادما من فريق فلامينغو، لكن يبدو بأن هذا الرجل يمتلك الكثير، يبدو بأنه يمتلك الكثير. مع فينيسيوس بأداء كبير جدا مبشر بالنسبة لجماهير فريق ريال مدريد على أن مستقبل هذا الفريق في أمان. الكابتن إلى القائد، شوف التحضير، شوف القوة، شوف الآن الثبات في أرضية الملعب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه اثنين. شوف صراع الزومو، صراع